ثروة. هذا الشعب الصلب ومعدنه الفولاذي ده يذوب رقة ويذوب عشق، بيقول بيحن على غلافة زي ما بيقولوا. يعني لما تشوفي شجن أم كلثوم ورقة عبد الوهاب، لا شعب طبعا ما فيش تناقض بين الاثنين. لا هو عنده مصادره الروحية، عنده طبعا طبعا، ومواهب كتير جدا موجودة، ويعني لا في حاجات كتير. عشان كده بقول لك ان ولاد الناس بتطرح سؤال مهم، ماذا يحدث لاولاد الناس في هذه المدينه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ دي اول كلمه في الروايه صح؟ ايوه تقريبا. ايه اللي بيحصل؟ طبعا خليني اولا، انت بتخشي من المدينه ولا انت بالضروره بنت المدينه؟ لا انا بنت اسكندريه على فكره، هتلاقي من وجهه طريقه نطقي على طول باينه. فانا طبعا القاهره كانت بالنسبه لي وانا صغيره بخاف منها جدا. انا يعني عايز اقول لك تجربتي، ان انا وانا صغيره كنت لما اجي القاهره وخصوصا بقى لو قعدنا مثلا على الساعه 1 بالليل كده، لا انا عايز اروح بسرعه، لا الناس هنا مختلفه، لا انا فين؟ يعني كنت اللي هو ايه يعني، لا انا جايه من مدينه صغيره بالنسبه للقاهره. لا وريتم الحياه فيها مختلف، لكن منظموا البحر. لكن لما جيت مصر 2013 ورحت زرت القاهرة الإسلامية، تغيرت نظرتي للقاهرة تماما. أصبحت دلوقتي ما أقدرش أقضي أسبوع غير وأنا في القاهرة الإسلامية. يعني تصور يعني لازم أبواب القاهرة دي تكون قدامي للدرجة دي؟ احنا بنتكلم على رواية الحلواني بقى وفاطمين، أبواب القاهرة دي، باب زويلة، باب الفتوح، باب النصر، لازم أشوفهم كل أسبوع. ما ينفعش أكمل أسبوع من غير ما أشوفهم. آثار المملوكية لازم أشوفها كل أسبوع. أحمد بن طولون يعني طبعا مع كتابة الثلاثيات الثلاثة، قطائع وأولاد الناس والحلواني، لكن كمان خلاص بقت حاجة مرتبطة بوجداني. وعشان كده بقول لك الإنسان بيتطور. تعيش في العصر المملوكي؟ كل العصور اللي كتبت عنها أتمنى أعيش فيها طبعا. أي العصور تحديدا؟ المماليك بحبهم، يعني فيهم معزة عند قلبي، لأن هو عصر نهضة معمارية وفكرية وفي الشعر على فكرة، ونهضة في المؤرخين، من اعظم المؤرخين اللي هذا العصر المصر. ظلم تاريخيا جدا جدا جدا، ظلم جدا. يعني خلينا نقول ان زي ما اتفقنا، المماليك هم اللي قضوا على الخطر التتار والمغول وخطر الصليبيين، مش اي حد تاني، المماليك. فاحنا بنتكلم على ناس انقذت المنطقه من خراب كامل. وبعدين بعد كده ما بقناش نتكلم عنهم خالص بقى، نبتدي بقى ان احنا نقول دول شويه عبيد حكمونا، دول شويه، لكن هم ما كانوش عبيد بالمعنى ان احنا فاكرين. وده كان يتاخد وهو صغير يدرب ان هو هيطلع جندي، فبعد كده هو عارف ان هو شغلته حاجه واحده، حمايه هذا الوطن، وما عندوش وطن تاني. ويبني فين؟ يبني جوه القاهره، فكل بناء جوه القاهره. يموت فين؟ جوه القاهره برضه. فطبعا احنا بنتكلم على ناس لا مهمه جدا في التاريخ.